رشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والسرور والعافية. أنا في مكان اسمه سي وورد، ما أدري شو هناك، الحديقة البحرية. شفتوا لنا الحديقة المائية هاي شراتها على تكاليفها، يا غير هاي بحرية، بدل ما تكون الحديقة المائية هاي بحرية، فيها مال دلافين وفيها مال قطار، هذا هاي فوق هذا الباركين مال قطار، تركب فيه لفك الدنيا هاي كلها، ويعني تحوط الدنيا كلها وين ما تبقى. أول ما تدخل بتكيف بلاد يعني مكبرة، وفي عرض مال دلافين وعرض مال بطاريق وعرض بطاريق، صح بطريق له بطاريق. يعني المكان اللي دخلنا فيه هذا طبعا الأحياء البحرية اللي عندهم اللي قبل مئات السنين وما زال، ما لفت عادة انتباهي إلا هذا عادة هنا. ها تشوفون هذا ليش لفت انتباهي؟ لأن الدول، والدول في الإمارات هذا موسم الحين شهر 6 و7 و8، 3 شهور العالم مستاذي من الدول. في الكويت سكر محطة تحلية المياه من كثر الدول اللي ياهم، من كثر الدول اللي ياهم في الكويت أعلنوا عنه في الجرائد في الطواري وطحنة الزمان كلها، والسب الدول اللي ياهم سكروا حتى مكاين التحلية. هني ها فرحانين به، بضل عنكم وياه. هي والله ما مسوين له كبرة بخت، مسوين يعني يعني مسوين للحشاف مشايين، وهم مسوين للدول كبرة بخت. هي والله مصورين معدين له نيشان وحق. فالموقع هذا اللي هو خبطت معي اسمه سي وورد من مانيرلر، شو شو ها تقول ما قلت لكم هذا هو، ها بتو بعد لكم اسمه، ما بغيت اعده اصلا، المفروض انكم روحكم تعرفونه. زين اقول لكم في وايد فعاليات عندهم، شيء عندهم فعاليات وايد، وانا ما بروم احسب الفعاليات اللي عندهم، حتى هليكوبتر عندهم. شو ها شيء يجرون هليكوبتر، تركب في الهليكوبتر تسير بكظني وين ما تبقى. هذا ها اللي قلت لكم ما يرزح حد يدخله، شوفوها هذه حل مرة هذا بني اللي يستاجرون الهليكوبتر يسيرون شيء أكيد رحلات يعني خاصة في الهليكوبتر انطلاقها من هالمكان. اي والله والله مليون مرحبا مرحبا مرحبا. هذا تبعنا عاده ولا هذا ابوي؟ نحن ما يخصنا لا نعرف لا من باب ولا من سفر، هذا ابوي ربعتنا اللي ضارين عليهن نعرفن في الحول وفي اليزر وين ما نصير قدامنا. اي نعم ماي، ومسوي لهم حكومتنا اللهم لك الحمد مسوي لهم محميات هبل مني وطري وخيبة تخيب. هذا تم تو كان ينابح. انزين مسويت لها ابوي محميات، محميه خاصه للوه ما حد يقربها، تعرفون هالشيء. وينكم ابوي هالغزول؟ وينكم يا هالغزول؟ وينكم يا هالغزول؟ ييمه ينم، ييمه ينم طعم السمن اللي في الخيب. ها ييمه كامله لو حد من العرب توح توح توح، ما توح توح ما توح توح ناك ها عالي تاحب الناك الابو. لا 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 وي قطوه في جيل يا رب ارحم. وهني ما حد يقول لك حتى الخبر تبارك الرحمن يجلس على الطاولة هذه وين هذا مال المطاعم أربعة يسار وقدام محمد والشباب على الله يحفظهم. أنا الله يسلمكم يأتي إصابة الباركة وأنا في حديقة الأفوكاتو، يأتي إصابة الله يسلمكم تبانة ريولي يا مثل الشد، ومن البارح باليوم ما براي محترج قلترين وحبوب الحين مشي بطيء، فأتوقع إن شاء الله لين اليوم لين باشر بيغدي الوضع أخير برد الأولي اللي تحيدونه اللي ينقز على كراه إن شاء الله إذا الله راي. نزيل وانا جيت اريح هذا المكان هذا وياني ريال ابتدينا نرمس نسولف اسمه محمد الشحي صح؟ اي وهذا عبد الرواد استراليا
بيقول لي هالبلاد له اكثر كمل هاي رابع سنه. بتصير كم لك المره هي شهر كامل في هاي البلاد جولد كوست ما تظهر. المره هاي طلعت سبت ملبورن سبت تازمانيا. كم جلست في هذه وكم جلست في هذه؟ تازمانيا ملبورن جلست 5 ايام وتازمانيا اسبوع وهاي بيلس 20. جازت لك شو من هاللي اخير؟ انا حبيت تازمانيا كطبيعه وهدوء وتحس ان هي زير يعني كلها كل طبيعيه ما فيها اي حتى بنايات ما شيء سبحان الله. كطبيعه اللي يدور طبيعه يصير هاي شو اسمها؟ تازمانيا جنوب استراليا الجزيره. كم تبعد من جولد كوست؟ لا مش من جولد كوست، من ملبورن ساعه وربع بالطياره من وردينا من تازمانيا لجولد كوست ساعتين ونص. ايوه من هاي اللي نحن فيها لين جولد لين ملبورن كم وقت؟ ساعتين الطيارة. نحب نسير هاي اللي تو يوم الخميس هذا الجاي. شو اليوم هو ثلاثة؟ يوم الثلاثة الأربعاء هذين ورا بكرة بنسير هاي تو ملبورن بنيس 5 ايام أبرد وهاي تزمان. ما شاء الله وياك عائلة ما تحس بمشقة؟ لا لا أنا كل سنة أطلع وياك ويا فريجك ما شاء الله كل سنة نية استراليا نية 20 يوم أقل شيء بجولد كوست. ما بمكلفة؟ والله السنة هاي لاحظت أنت شوي الأسعار زادت مو مثل كل مرة بس يوم تاخذ شقة ترى تشتري روشنك وهذا عندك في البيت عندك في الشقة فيخفف عليك المصاري. أيوه أما الحدائق وش اسمه أرخص من برا أنا أشوفها يعني أنا ماخذ في أي بي الحين التذكرة على 4 حدائق موجودة هنا الـ سي وورد والموفي وورد والهاكري بارادايس والويت وورد. هاي كلها طلعت علي عائلتي كنا 5 انفار ب 1300 درهم. والله بلاش لا بالدولار كم يعني؟ بالدولار 400 500 دولار بلاش يعني لا تذكره هاي محدوده ولا لا 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 السنه كامله مفتوحه. سنه كامله؟ سنه كامله كل سنه اي اخذها سنه كامله. ترون تون هالمكان؟ كل يوم يقدر يجيني مده سنه كامله. والله هاي فكره وايد حلوه يعني. موجوده عندهم هني خبر داني بخبر. خرب الله الداني. انا ما اعرف تاني مسؤول مال وين ساكنين مال كيو 1 المانجر مال. هي شفته كم ودي عند البار انت تعرفه؟ لا المره هي عرفته. كيف عرفته؟ اللي دري واللي جابني من المطار من مطار بريسبن اللي جولد كوست خبرني عنه قال لي يصير دبي وكذا هو وايد يصير دبي يلس هناك بال لا والله عرفته انا تعرفت عليه اليوم البارحه شخصيه وايد فنان وطيب ودرت كل مكان ويت مرة عندي خطر عليها ايه سلام عليك كيف واي لهلا كره المكان تحس بأكثر عائلي أكثر يميل إنه يكون عائلي 99% أو 95% إنه يعني للعوائل وايد زين للعوائل وبعد أكيد إنه زين مدام زين حق العوائل الرجال ولا البنادم ولا شان ذكر له أنت ليه هو زقرتي معناته يعني إنسان يروم يتأقلم على كل الأجواء مكان العوائلي قدي حشيم الناس كلها بتحترم ومكان العزوبي بعد قدي فنان ويسلك ويا العرب كلها يعني ما بضروري إنك أنت تكون شلمبي ولوفري حق تماشي العرب ما حب يقهرك يوم أنت لوفري وعينك طايرة على السائر والياي لا قدمي قدي طبيعي ورب العالمين بيسر امورك. المكان فيه منتهى الروعه وايد غاوي هالمكان اللي انا فيه صورت لكم اسمع الحين سايرين ها بيبتلي العرض مال كلب البحر. كلب البحر اظني هو نفس الفقمه كانه هو الفقمه اظني حد يسميه فقمه حد يسميه كلب البحر اكيد انه هو كلب البحر. ايوه زين الحين هذا عرض هذا مال كلاب البحر وبنصير بنطمش وكان شيء يرزى فنان ترى صورت لكم شيء ما يرزى ولا فنان ولا شوفوا على كل الاحوال اسوي لكم صوره شيء خفيف ما كلاب البحر يظهر في التلفزيون في كل مكان يا غير انا شيء يعني على اساس اني وصلت المكان هذا زين بعد لازم شويه خدقه وشويه لا بد ولا عذر الحين عاد بيبتدي مال عرض هذا مال كلاب البحر وانا ابوي يتني هاي ها سندريلا البحر هناك ابوي كلاب البحر وهني عندي انا سندريلا بيبدا
كلب البحر ما بأسد البحر. أسد البحر. إيه هذا أبوي أسد البحر ها. هذا أسد البحر. هاي لا كلاب البحر. هذا أبوي أبوك أبوي أسد البحر. لا لا لا. بعد ما بقى زلة أبوك أسد البحر. يا ربي الغرور. أنت من وين؟ من أبو ظبي. زادت أبوي ما تصلح لك الصوالح. ما ها ما براب لها. أبي ليش أنتي؟ أبوي لأنك أنتي من الإمارات. كل شيء تشوفينه جليل على هالإمارات، صح ولا غلط؟ صح. أشكر فنك أنا. جيت وفيزرت وياكم ما عرفتك بدنو. جمال الحربي. والله والنعم جمال الحربي. سكتي سكتي أنا بلاصيك. بس زين. جمال أبوي أنت وين تداوم بارك الله فيك؟ أنا في قناة سكاي نيوز عربية. ما شاء الله. شرفنا يا خالد. الله يحفظك بالعكس شرواك والله استانس شرواك الطيب الله يحفظك ويبارك ما زين الا بنيك الحمد لله الحمد لله اطلع ستك زين يوم ما شابهتي ابوك انت الحزين وين جاي وين جاي بهالزين ما شاء الله عليك كلاب البحر ما ظني حد يبى كلاب البحر شو يبون هنا العرب مشكلتي ما تعرفون شو مشكلتي الشد عدم ما طايع يفوز ابتدى اكلت وصرت حبتين بولترين وحطيت كريم بولترين يا خير ما بطايع يخف مره يعني ما براين يعني امارس الحياه اليوميه اللي هي كل حيويه هذه هي عويني يتني ما تعرف من عند الله الله كريم ما علي باس لا تحاتوا ان شاء الله على ما قالوا ابليس ما يكسر وعيانه يلا نركب الهليكوبتر يستاجرونها وتلف بهم ثلاث اربع نمونات شيء نمونه لمده خمس دقائق قبل شيء نمونه عشرة هذا البرنامج مالهم على ما تشوفون كل لفه ولها مكان يعني تلف بك الدنيا كلها تو بقوا ابو محمد يطالعوا لنا حجز قالوا فولي بوكت يعني ما شيء حجز تبون تعالوا باكر اعطني شيء ابو محمد حاجزين بيسرون مكان باكر او ورا باكر بالهليكوبتر ما ادري في هالبلاد لو البلاد اللي بنيها باكر اللي مالبورن ما يندرى بهالشيء عاده العلم عند الله والله ما ادري لكن المكان اللي انا فيه هذا يعني مال ينعى ما تي تنقز روحك لا لازم يجي حد وياك هل كرباعك المهم شله روحك بويت جيت الحين عاد جايب الاواني جايب عرب عاد وين جايب تنهم الله اللي يعلم يا خوتي خليني اصور هذا ديجو ابدا علي وسنان يا حاضر سايريان 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 هذا لا وحده
واحدة ما لك بعض ولا ترشاها أبو محمد حاول إياهم لين الشركة مستحيل شفتوا خمس دقائق بعد زي محمد بحي ولا ألم ولا أمان هل اللي بروها رمز وياكم وأنا فوق علم عند الله هذا رجال هانزو معاتهم جايين خبرها دبر تدبر تدبر سرنا نحن نفس الطريقة يوم بلندا صورت لكم إياها الآن والله كان جميل يعني حاضرنا لندن كلها هذا ظني كملت خمس دقائق ما ندري وين بيجيبنا وغيره الله العالم سنة بنصور تعبني ما شي رنسف مستحيل صوت البنكر
علي هناك قال لي خاطر كم اخلي اربع وجرهن هناك احطهم في شوي هاي هناك جبت قوم هلال سكيته مالهم جبت قوم هلال وجرهن على العرب ما بخلي حد قوي ما بسوي لكم بعد اسكان قلت كان حد يسوي لي هالمشروع حق رعايتي تحت جيتنا المكان هذا مال البحر اللي خبرتكم عنه على الحديقة المائية البحرية وحين بيودونا جدا شو اسمه مول مول بنيس في أظني ساعة ولا ساعة ونص هذا أكبر مول عندهم في استراليا وحين بيسيروا بنا جدا وبنيس ساعتين وعقب بيسيرون بوي عين الماء نص البلاد عين الماء يقول لك هناك اللي مضيعت من همه تلقط هناك كلهم أبوي اللي هو صاحب صديق ولا ربيع ولا حد يعديه من سنين فيلقط أبوي هناك أحليلي وأحليلي الأول عند الله مشيتي ماشي شراته الحين غير سمونه على كراع عنقز إن شاء الله نبقى بخير بيك مدت صبروا علي هذا تونا كنا فيه والله مكان فنان شيء على ما قال حق الرجال راعي ايمان صحي يقولوا ان شيء تذكره تقطعها تكون بتصير لك مره قبل مره لك مره تروم تدخل المكان ما عرف اي شيء تذكره هي شوفون هالإدارة هاللي مصبو خبر ذكرني بمزرعة قنب القطري اللي في العين من سنين قبل ما يدرون هيسوون الإدارة هالفنان كان هنمون إدارة ما يتشاهد والله ولا يسوال تفطعها غير الحين عاد يوم رشت الماي على العرب كلها وارتشوا وخير إدارة مزرعتهم سووا لها هاك الإدارة لولايتي ولا قبل والله ينه هنمون على ما تشوفون إدارة ما يتشاهد الأول وحين رم رب العالمين سهل عليهم ورزقهم صلحوا دارهم وسووا له ابوي هات صلحت الغاويه والعمدان الفنان والمنظر الفنان هذا مزرعتهم عادله في العين روحي جايينها قبل 30 سنه وحين عاد خلف الوضع غير الله من حال الى حال يلا اقول لكم هنا المول هذا اسمه روبينا مول ما ينقص أوله من آخره بلاد من كبره بلاد وأقسام وايدة والأشياء اللي فيه زين وكل سامانهم قوي وفنان والزين فيه إن كل أشياء طازة كل أشياءهم كلها طازة وكل زين وكل فنان وكل غاوي بلادهم خفيفة ونظيفة وأسعارهم موافقة ويعني لكن بهالبعد بس البعد بكل بعد ما بك ولا ما شيء قصيرة كل صدك ملاقاتهم وين ما تصير الابتسامة يعني بصير يومين سبحانك يا رب هي والله ما تشوفها يقول لك لا جيني ولا تغديني أو لا جيني ولا تعشيني البلاد زين البلاد زين الحمد لله أبشركم أبوي نرويلاتي غذيت بخير يعني حين رقم واحد تقريبا السبب أو 85% خاز هل إن هذا تأثير الفولترين إني صارت وديتين فولترين الصبح الضحل عالي وقبل شوية الصبح حبتين والحين حبتين هل هذا تأثيرهم ولا إن رب العالمين عفى عني شو ظنكم والله رب العالمين إن شاء الله يكون عفى عني ولا يكون تأثير الفولترين وكل شيء على الله كل شيء على رب العالمين بس إنتوا والله الله فيه اتيملوا دعوه ان العافين يكون اروم هدرب وياكم يعني شو الراي اي بسير من غير ما هدرب ولا سولف ويا العرب ولا شياته يلا بنام استخلاص ايه ربيعي ما الحديقة الكمترة الكمترة هي الباطل لا حديقة الافوكاتو ايه هذا يفرجع اللر ما شاء الله البارح وين الزعيد وين الدنيا اليوم
وين؟ وين سعيد البارحي؟ وين الحيوية؟ شو ذاك؟ الرقاد أبوي الرقاد. شوف له. هو يصور ما بصلا. هيوة. ما شاء الله ما شاء الله عليك. معاي خسر خلنا نشوفك هي فنان وغاوي ما حد شراتك. الله يحفظه إن شاء الله يبارك فيه. ابو محمد شوف الكمباني العود هذا الكمباني العود ها هلا ها الكمباني كله ها صور منو صور منو كمباني حق الخالد الخالدي هذا الكمباني هذا الغطم بعد بشرك واحد لي كمباني غير هاي جديد حق عليه خالد ميري عشان دقيقه خلي تشي مثل ما انت ايه الفن الزين زين ابوي لو نش منه ما. انت ابوي فنان وغاوي انت من وين من الامارات معناته ابوي ما يبال استعدلي بلادك ابوي تحليت واصلت وفصلت حسبتي قادي فنانه فهمتي لا بعد من الخان اي ابوي ما شاء الله عليك ابوي هذا المزل اللي قلتها قبل هي هي ما قلتها عاد حمار ومطري بيك وحودي وي ار اوكي ثانك يو فيري ماتش يوم اقول لكم بلاد هلها خدومين غير التحراني ادور حد يصور ويا ترى بحالك قلت يا صايرون هاي ها صايرون هل يجز يلا ما لا ما اقول لك اللي انطرش لي الصوره هاي من كيرلا ابشرك انه في خاطري سيره كيرلا ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين انه بتسوي لي سيره الكيرلا اذا الله راد يقولوا عاد جميع البلادين اللي تابع الكيرلا كل وحده خير عن الثاني واجمل يعني كل اللي يصيح منها ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بسير لها الحين بعدكم ابو داوود سليمان القصار سايرين بتخبره انا اذا هي لي ياها كيرلا ترى بصور هو هاك اليوم في فندق ومنتجع وما ادري شو اشياء وايد جميله يعني وان شاء الله اذا الله جعلنا بحييني بس لكن ما اتوقع انها هي اللي ساري لها قوم سليمان القصار سليمان القصار ساري بلاد ما اتذكر شيء لكن في الهند غير ما اعتبر انها كيرلا انا في خاطري اسير كيرلا اذا الله جعلنا من الحيين اللي بسير ان شاء الله وحين دخلنا محل ما ندري شو اسمه هم جدا الله يا ابوك لو تخاف مرور الكرام ما تروح روح يزقرك رحب يقول لك يا مرحبا مرحبا ابو محمد روح يزقرك روح يزقرك تعرفون شو اللي اطري ها اللي في النصيفه ما يخصني لا اللي في ورا ولا اللي في قدام اللي في النصيفه روح يرحب شكرا 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 يا الله يرحبك على فضله يا المبروك يا الملكي يا اللي ما حد شراتك يا حبيب الملوك يا حبيب الشعب انت شو بقول لكم والله مول هم ابوي هذا المول هذا خفيف ربينا اسمه ربينا ها شوفوا شو اسمه يباله ابوي يروحه ثلاثة ايام انك يعني تروم تقصاه من اول لين اخره كذب هذا ما ينقص ابوي طوله طول وعرض عرض يباله ابوي ثلاثة ايام ثلاثة ايام بعدهن يا هيداهن يسدن ثلاثة ايام شو بقول نمونا وهاي البحيرة اللي مشاهد لنا بعدها بحير مرة الباب بالباب مشاهد المخرج شو هذا شيء فنان وجميل والله هاي البحيرة لا والله بلاكم إلا فنان ونظيف وراقي ولا شيء شاب مساك الله بالخير خير والنور كيف حالك الله انت راعي انت راعي الليل ولا راعي الخان لا راعي الخان والله والنعم يا مرحبا براعي الخان اقول لك احنا جيتكم نحن مثلا مستاجرين سياره ويسوق ابن عبد الرحمن محمد زين هل انتم مستاجرين سياره لو كيف تصيروا انتم مكان المدى بعيد هذا لا المواصلات عاد فيها قاعد عام 99 يعني ما شاء الله زين سياركم جيتكم في شو البص العام والترام هناك بعد موجود يوصلكم لين هذا يوصل لين للبرادات ونزل شلق من هناك زين يعني شوف انت نعم سهل الاستعمال وكل شيء مره اسهل من ما شيء بطاقه تعبيها في تعبيها رصيد مره وعلى طول
يوديك وين تبى؟ وين ما تبى. شوف انت بارك الله فيك. شكرا على اللي يحاورك في مالك فيه. اقولكم ردا على رمستي مساء يوم اقول والله يسوون للحشف مشايل انهم يعني في استراليا مسوين حق الدول كبرة بخت، ونحن الدول ما حد يسوي له كبرة بخت ولا يدرو به العرب ولا حتى حد افتكر به. واحد من ربع مطرشلي جزاه الله خير يقول لي ابوي الدول في استراليا مسوي له كبرة بخت انه غير عن الدول اللي عندكم في الشرق الاوسط او في الخليج بالاحرى، ان الدول اللي عندهم شيء منه سام، ما بالله سام، سام مقاتل يقول لك لا تقتل منه هو القبر. سبحانك يا رب، على هالاساس ما يلامون ابوي معجينهم فوق بالسقف لك واحد حاطين. كرم الله ابوي، دولنا عن دولهم. اي والله. وعلى فكره بعد شيء وصف عن الدول يطرونه العرب دوم تتواصف به، يقول متوصف بعيد عنك يا دول. شو السبب؟ بعيد عنك دول يوم يسمع الرمس القاصرة ولا يشوف الشيء اللي ما بعدل ولا يشوف الشيء اللي ما بموال منه قال اي ها بعيد عنك يا دول. يعني انا بعيد، بعد السمع عن الماء، بعد الثرى عن الثريا بالنسبة لك انت يا دول، يعني ما بيايز له. يعني انا وين وانت وين؟ اي والله. ولا من يشوف شر يعني قال بعيد عنك يا دول. اي ها انا وين ابوي وانت وين؟ ما بتوصل مواصيلي. هذا الوصف يلفظ في هالوقت. هيوم يقول لك خوش دوري غير مثلوم، المكان والمول في منتهى الروعة، كم مشكلته أو مشكلة البلاد بس وحده، يسكرون من المغرب 5:30 سكرت الحفيزات والمحلات والدكاترة، تمت عدل المطاعم بعد يحيهم. نفس نظام سويسرا، سويسرا جنيف بالذات ابدا من تغط الشمس غطت الدنيا كلها وياها، تحرى البلد، ازمه بلد اشباح. غير يحيها بعد استراليا فيها حياه سير ويجي جنيف ما تلقط لك الحد بلوبي، كل حد باللوبي اللي ساكنين فيه، ولا ما تلقط حتى نفاخ الضوء، ما حد يقول كم الخبر ولا بكم اللومي. اي والله. وهالمكان هالعودة حين كله لازم يصفر، شوفوا ها يصفر بعد الشمس ما غطت زي ما زين، 5:30 حين كانها يميع المسجات ثبتت تيني، ليتك سكنت في الفندق هذا وليتك سكنت في المكان هذا، ولا هذا المكان اخير وهذاك المكان غير، وما ادري شو وما يعني شو بقول في وايد. ابوي انا جاي مدعاي داعني عيسى بن عبد الجليل، هو ساكنين في Q1، كيوان هذا أخي فندق وأعلى وشغف فندقية من أرقى وأحسن ما يكون. فلذلك أبوي الدق حساب الرزيف، وما على كريم متشرط، ما على كريم متشرط في لندن في الريال جاردن نسكن، يسكننا في هيلتون باركلين، في شو اسمه هذاك، كل هالفنادق اللي في لندن من 30 سنة سيرتنا ويايتنا ضربة، وما نسكن اللي في أخير فنادق. واستراليا هذه هله دوميون، هل روحهم متعيبين من الفندق اللي هو اختاره لنا، بالرغم ان هله هالخبرة ما شاء الله في ضارين كل سنة هيون. بغير قالوا الفندق اللي انت سكنت فيه هذا كيون بعيد أخير عن كل الفنادق اللي فيه في استراليا، سد الاطلاله مالته وعلمه وخبره ونظافته وشيء ملكي، يعني لا صار ولا استوى، وحجره كبار وخدمته فنانه، يعني بعد شو الواحد يبي اكثر عن هالنمونه. يسد السكيورتي والامن والبلاد اصلا، وتحيدون كبودي بعد مصور لكم انا في جرافنر هاوس الفندق، ونسكن بعد في جرافنر هاوس الابارتمنت الفنادق، تحيدون اللي قلت لكم الممرات شابيات ومظلمات، المظلمة ممرات ولا الشقاقة يأخذ العقل لمشاهد هايد بارك، شيء خير من هاك المكان ولا شيء أخير عنه في الدنيا العودة، لا الشقق ولا الفندق روحه. شقق جميرة جروفنر هاوس تحيدونه العام بعد ساكنين فيه، بعدنا ما كملنا حتى حول ما دار علينا من يوم صرنا هاك اليوم. والله البلاد وايد زين، والله غلطان يا ابوك اللي يصير شرق وغرب، واسعارها زين داخلين ابوي كل واحد يترقرق، وحين ها شيء ابوي ورا شيء قدام،
والدنيا مطرجة. الله تشره البلاء. هي والله. بقينا المطعم هذا تعشينا لنا تقريبا ساعتين. يوم بتي تدخل للمطعم هذا تحس عمرك كأنك داخل ثكنة عسكرية، ثكنة عسكرية من كثر التحقيقات، وين ساير وكم بتيلس وهويك واسمك ورسمك وكم عمرك وين ساكن وصوروهم انا ابو وين سايرين، ويا ليته يسوى ولا يرزى ولا يستاهل من يعنيله. والله يا ابوكم انا طلبي نص اللبس الا طلب الجماعه كله ابوي ما يسوى. الله يعز النعمه، شو بقول، ما يتشاهد ابوي الا في المطعم، لكن طارح المطعم كله تبعه، هذا كلها على ما تشوفون ها كل ابوي تبع المطعم لازم كبره. يعني انا شفت يعني يحسسونك كأنك بيقدمون لك أكل يطول العمر، كأن أكلهم بيطول العمر. هذا حين اللي على يساري هذا ويخذوا إثبات الشخصية والعلهم والخيبة. هلا هلا thank you good night، بظل عنكم يا من مطعم زين. يعني يحسسوك بيعطونك شيء لا تشوف طعمت شراته، وهو ما يس شف طعام. الله يعز النعمة، نعم لا ولا شيء عندهم مميز، كل ما بزين ولا شيء زين من كل هذا اللي حطوه، ما شيء من يتشاهد. سقم ريج سمعتوه يوم يقول أكلهم سقم ريج، هذا أبوي أكلهم اللي هو سقم ريج قيس للعنوة. والله إني كلت مليوع عادة. السلام عليكم. والله ما حد نشاهد عني. جدني يده مسي يتخرج. أقولكم الحين سايرين بنا جدا فريج العشاء. شوفوا أنتم كم بالحسب ها طالعوا ها من 41 لين الصفر، هذا القسم اللي أنا فيه واللي فيه قوم أبو محمد من 40 لين ما أدري كم 76 ما أدري كم. أقولكم بيسيروا بنا الحين جدا فريج العرب. هالفريج العرب يعني المكان اللي فيه الحياة، يعني وين عين الماء والفنادق وما أدري شو، بيننا وبينهم أقل من 3 دقائق مشي. أنا ما تديته يعني اليوم الحين أول مرة في واحد بيقولي هو من أوصل بعطيكم الأخبار ولا علوم بس. براد الجو. أي صدوا كلكم عادة. أنتوا حم تعال يا أنت. بتروحك أقصر واحد فيهم. ها ما شاء الله نص الليل زين. يلا عندوا أساميكم واحد ورا الثاني. أحمد خالد الكعبي. والنعم. أحمد سعيد المهيري. والنعم. سيف سالم نيادي. مرحبا. والله مليون مرحبا. مرحبتين. والله مرحبا. من أستراليا والله. يلا الله يحفظكم ويبارك فيه. يلا بيض الوجه. تردون على دواوير وكعكعات حمر ما ادري شو. لازم تجيبون كلها الأرقام خيالية. يلا على الله يوافقكم إن شاء الله. يحفظكم. هذا يقول لك ها عين الماء، هذا يقول لك عين الماء وعين الماء، هذا عين الماء عندهم في هذه المنطقة اللي هي وين فندق هذا العود. بتقول لي الساعة الحرمة تقول لي ودر فندق، تعال في الفندق هذا، تقول لي هذا الفندق أولنا أخير عن فندقنا نحن اللي هو كيو 1. طلع له كيو 1 أبوي يبيع ويشتري فيهن كلهن، حتى اللي ساكنين في هذا الفندق الطويل يقولون أولنا نحن نبونا ندور حجز في فندقكم انت ابوي، غير ما لقطنا على هالاساس ابوي جلسنا في الفندق هذا. ها هل تشوفونه بهسم شو اسمه الفندق
سول ليه مساعد اعطيه لكم اياه اسمه سول ابو ثرى الفندق هذا سول هذا خيار عن الفندق هذا لا 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 انت نسيت قبر حين نسيت جمال جمالنا جمال هذا بنتير في الخور الطويل ما شاء الله عليه احرجتك صح تعال هذا في من قوم جمال شكله انت عمك جمال لا خالي انت سبحان الله مستخوض وانت عيل يلا الله يحفظك احليله ترى ابوي خاله خاله جمال البرحيمي على الله يحفظه جمال عادم الخير ربعنا وصدقاننا رجال في خير وصديق قديم يعني تربطنا ويا صداقه قديمه ما شاء الله شوف العاد يا ربي حريم ولا بحيس الكاميرا حالفه عليك ما تصور انت الوالده حالفه ما تشدب اتمنى اشوفك هنا هنا منورنا ابو محمد اليوم في جول سوس منورنا يا رب شوف حليل القصر شوف القصر حليل حيث انه قصير لا اخر واحد حتى ما يبين وانت وين تدور ويا هالفطاح اللي ما شاء الله عليه يا ايوه ارض العمالقه وحدها هذه مره اختفى سؤال محمد لازم ترفع علينا انت ايش علي خالد بلاك ما صدق جاي صدق عادي جاي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مش حالك كيف انت مرحبا 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 الله يسلم نور ابوي متجدمينا والله من ايدك هذا والله مليون مرحبا مرحبا ابراهيم مرحبا بالاستاذ في استراليا الله يبارك فيك يطول لي بعمرك المطرب الله يخليك يا زين لا مطرب لا لا لا, لا غنيت احيدك لسنين ولا لا يطول لي بعمرك لا اول هي مسنين يوم الكشافة هنا يوم الكشافة انا ابي يوم الكشافة اي والله الله وانا من هاد سنين ما شفتك ما انت غلطان انت الخسران اقول مكتوب على بابنا من حبنا جانا لا حول الله يحفظك زين ابوي عرجك يرك القبيس وابوي ما شيء هاي جايز نو عربي علومكم واخباركم وداركم يا رجال الحمد لله ان عمك الامير اهم شيء ابوي لادمي يقول الحمد لله والشكر انك انت بعد ما زلت متماسك لكن استاذ ابراهيم جنكه لكن انت تعال انت من الرعي الاول الله طول بالك السابق الاوليين وانت نجم لا لا انا اي طبعا لا 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 لا, لا, لا سمونا في سوق الصفافير ضايع لا 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 انت مضيع مو ضايع انت ندوك انت تكفل والله العظيم ابراهيم جنكه ما توقعت اني بلقى متماسك لكن تعال عيني عليك انا مستغرب شيء. نعم تشوفني ابي عنك منك تغير النظاره يوسف الشرع هذا يقول لي حكى الشرع الكل ياكل تبن هذا ابوي طاهر ابوي من عند هالريال الاصل حكى الشرع الكل ياكل تبن الله يعزك ترى الشرع يطرونكم انتوا نعم بارك الله فيك بارك الله فيك انت كل هالرمز اللي عديته انت جاي الحين من اخر الدنيا لهني ما تعرفني من فوق من فوق وياي اعلامي انت فنان انت مطرب هذا ابوك انت هالطول والله عاطنك فتر تبطر بتسوي المنكر لك رب العالمين الله يعطيك الناس بقياس يلا ملك الحق الله يسلمك الله يحفظك لا اعلامي انت ولا ناشط ولا انت مصمم يعني على السؤال انا احطك كذا مدموج كذا شارات الاهلي وشباب دبي لا 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 بس لا والله مالك في الكوره يعني انا مذيع انا مذيع ارباب عود لا مذيع ها مذيع في اذاعه يسمونها مذيع في اذاعه لامبورغيني الله اذاعه ايطاليه قويه بالضبط يلا حبيبي الله يحفظك الله يحفظك شو تبي تاخذ صوره وياي لكن ما عندي مشكله لكن بتوعدني تخف من هالحوم وهالحوم بس هي بتخف ولا لا متى من بكره ما شي همبرجر اكيد ولا ويمبي ولا كنتاكي يا ويلك يلا الحين صور وين تليفونك ما عندي شو يعني ما عندي شو ما عندي ليش جاي عيال الحين انت تبغى تصور بهالتليفوني انا يا فضايحك الحين الدنيا كلها شافت اكيد ابراهيم يسمعون رمسه هاي مال همبرجر ما ادري شو بس هم تقول ما قلت عادي
انشر ولا ما انشر؟ اخوي هالرجال الحين تعرفونه منو؟ هذا هو اكبر شاعر عرفته ساحه الشعر بدوله الفرنسا. حياه الجمري اللي ما يعرف اخوي حياه الجمري هذا ما من دولة الإمارات ولا أنا غلطان؟ صادق أموري علينا لوبيتين تختارهم من الرصيد الأولي مال حياة الشيبي له الجنة. صوت عالي عادة يقول كلما قلت الهوى منه بتوب شفت زول حطها الله لي عذاب مطني عجل على ذار الهبوب شمن يريح ومنها الراس شاب شاب قلت له وقف ريب يم حبوب فانتظر نقص الهوى نقص الخباب قال أخاف أنك بدول فذات ذوب ما تصدق فيه هوى حتى الشباب. يا سلام صح لسانك يعليه الجنة يعليه الفردوس الأعلى. الله يرحمه الله يرحمه لبركة فيه وفي من السلم يا الشيخ يا ود الشاعر يا ود المخضرم بارك الله فيك. أنت الشاعر هذا شوف وين جاي في النصيب؟ وين جاي في النصيب الحين؟ سرودك أني بتحت الإنفان كرم 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 يا عزيز يا عبد يارك الله يارك الله انت كل ما من زين انت كل ما من زين هذا اليوم يوم الناس ما تعرفني زين الحمد لله والله الحمد لله الناس ما تعرفني هذا الحين احنا عشانكم انتم ثلاث مرات الواحد يصبح عشان بس يطلع حلو جدا شيء عند هل الباطنه وصف إيه؟ يقول مشطي ما مشطي عليك القلب ما مشطي الله يعني ابوي لو تصبغ عمرك صبح ومساء ما حب يجب الجدار حين ابوي زمان هالشباب الحلوين ها هذا شباب ابوي حين الحين ابوي ما مرجع الخوال عنبر تراهم الخوال انت ابوي فارق من الكيس والقراطيس انت لبع حين واصل الخوال يلا صور انت وانا بصور خلاص صورنا وياك مشكور ما قصرت الله يحفظك حبيبي يلا يلا صور ها فيديو انا بعد لا مرشين جوا صورة هيدا هذا الدكتور بن جريس هذا اكبر دكتور في جولد كوست حاليا من جالية الامارات هذا دكتور حاليا في جالية الامارات وهالجماعة أبوي كلهم هاي يتعالجون عنده وهذا اللي في النصيبة هذا سارق أبوي بنت لا هذا سارق أبوي بني ما يندرى منه بنتها سارقنها هل تشوفونه سارقنها حفيدك والله ما حبي صدق صدق عادة هاي يوم يقولكم لازم التغيير في الناس والله شوف ايش قايل نتيجة جيدة زين سويت يلا صور عادة صورنا انت ده والبيزا ما شيء بلاش كم هاي خمسة بام خمسة دولار لا ولدهن حق امك هلا 250 قول هابو اللي بيصور بخمسين ما بخمس زين حق امك قول هاي بوي بخمسين والله شوف اقول لكم رابش الشارع هذا من الصبح هذا يجيني العوايل يعني ها هذا شارع اسمي مكان فنان شو اسمك انت ابوي اسم الله والله ونا والله انا شايف انك بيت قوم الشعفار يوم في رمضان ايه في رمضان انا اقول الوش شو قلت شو قلت ربي ما قلت انك ابيض لا الحمد لله ها ولا قلت طويل لا لا ما قلت شيء انا غلط ما قلت شيء ليه فيك حطيته بس رب العالمين عاف انك انت هالتقاطي تعترض على عطيه الله سبحانه وتعالى رب العالمين الحمد لله ما شاء الله اليوم صرت اليوم بات البارحه يعني هنا وصرت الحدائق وصرت ما شاء الله ما شاء الله اللي. عليك ورديت بالله عليك من الحديقه لا انا ما وصلت ايه. العام صاير مريح اقول لكم مكان وايد فنان وهذا ابوي كل القهوه اللي تونا ياسين عليها كوفي يميع الحريم شيء عيايز وشيء شواب وشيء شباب وشيء مفرخه وشيء شباب يا حلو شيء بنيات وحين هذا الكرنيش عاد ماله هذا ابوي خط واحد تمشي فيه لين ينقطع حرك لكن يبالي حدا صاحي لكن يقولون لي ان شاء الله باكر دبي رملتهم الناس كلها تسوي رياضه الرمله وان شاء الله اني باكر بمارس رياضه اذا اصبحت ريولي بخير اذا الله جعلنا من حي ان شاء الله اسمك انت؟ موزه لا اسمك الكامل موزه
المندوس. والله والنعم. والمندوس هذا اللي ورا؟ ايه حافظ على المندوس. ترى مندوس صدقي. هذا بيوم يقولوا لك اسم على مسمى. ابوك ابوي ما شاء الله تبارك الرحمن اسم على مسمى. جعل الله يحفظه. وهذا غانم. هذا مندوس. غانم ما غانم. غانم ما شاء الله على غانم يعلى الله يحفظه. يحفظه. غانم ولد المندوس. وهذا راشد. الحمد لله يا ابوك هذا ما قدر من قوم المندوس. الحمد لله. بعد الصحارة بعد مطر. يعلى الله يحفظكم. مع السلامة نواف. صوري يلا صبري جبل صوري يلا تليفونك. أمير براكة شوف أبوي منو لقطت هني في لندن يا رك أبوي في براكة. منو هذا؟ أرمس أنا أمير براكة. منو فيها؟ أمير براكة كم أمير فيها؟ والله أنت في رمضان قلت واحد غير. لا 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 أدى فروض الطاعة وردينا له الأمارة. خلاص؟ هي نعم. يدندن على عودة مسعود الفيديو بيعطيك اياه هنا زين ما عليه طير شوف النزل حق الجماعة زين بس خلاص يلا رد السلام لا خليكم عبد الله ابوي بن عويان القبيسي الله يسلمك. الحين منو يتهامنا؟ منو منكم يتهامنا؟ انتوا جدكم ثايب انتوا؟ انتوا جدكم ثايب؟ ها يعني انتوا يدت امكم ولا يدت ابوكم امنه؟ الله يرحمها. يدت امي. يدت امك، انت تعرف انا متى اعرف يدك؟ من يوم انا صار عنك. والله يوم يوز بنته عبد الله بن صلهو. تعرف عبد الله بن صلهو؟ واحد شي فنان حلو. واحد حلو شي شعر عليه هني ويداير ما ادري شو. فنان لو مدينة زايد. عاد هو يعرف السالفة. يلا سلم عليهم. انت ولد منو؟ خلف بن ناصر القبيسي. انت ولد خلف بن ناصر القبيسي؟ انا اقرب لك ولو ما اقرب؟ عمك خالك شيء لا انا عمك ما اخذ بنت ختير شفت قايل عمك ما اخذ بنت ختير شفت قايل انت ولد منو ولد خلف بن ناصر زين القبيسي ابوك انا اعرفه ولا ما اعرفه ابوك هذا هو الفنان اللي صبرنا حينه فنان ابوك صح اي انت بكبر فنان طايفكم ابوي كله فنانين ابوك فنان ويدك فنان ويدودك كلها ابوي اصلك طيب لازم تغني انت فنان يلا يلا فمان لحظه شباب اللي حكي ابوي هنا العالم بس كبتي ما تعرفون شيء بس كبتي الشتره عندي ما بايس كذا اكلت وصرت امارس الحياه اليوميه اللي هي امي ابو محمد يقول لك بصاحي ان شاء الله ما تجي الشر وصاحي ابو محمد ابو محمد ما تجي الشر ان شاء الله قلت له اقول حق التريول احب نسير نيوزيلند من الاسبوع الجاي قال لي هي هاي بلاد فنان وزينه قلت له كيف يعني بلاد فنان ترى ما في استراليا قال لا هاي بروحها بلاد وروحها علم وخبر نفس المذاهب ونفس القوانين ونفس كالتشر قال لي ما ادري كابتشر للاسف يعني بما معناه انه نفس طريقتهم نفس عيشتهم يا غير بلادنا نحن غير وابرد اشراح واخيار وبيك العلم سر انت هناك يا ابو محمد وبتيك الاخبار وبتسميك الا بتشكر على بلادنا قلت له يا رك الله ثانك يو فيري ماتش ماي فريند لا يو ويلكم بس يور يو هاف بيبي نو نو انفورشنتلي نو تشيلدرن اي هاف تشاينيز وايف ما شاء الله تشاينيز وايف ما تحمل وتربي بلا نو بيبي تشاينيز نو 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 بيبي ليش واي شي